Let's go. بعد طول انتظار اخيرا تم عرض فيلم سوبر ماريو في القاعات، وطبعا كنت لازم اكون في مقدمة المتفرجين، وبالفعل اتفرجت على الفيلم وحابب ان اقول لكم انطباعي عنه، وخاصة بعد حصوله على تقييمات سيئة من النقاد. وان كان جدير بالذكر ان تقييمات المتفرجين اللي هو الناس اللي زيي وزيك بتقول حاجة تانية خالص. اهلا بيكم على قناة مانجا 64، بوابتكم لكل ما يخص عالم الفيديو جيمز، وانتوا دلوقتي بتشاهدوا مراجعة غير احترافية بتاتا لفيلم سوبر ماريو بدون حرق، وهقول كلمة ورد غطاها الحقيقة. طبعا هستخدم المقاطع التشويقية، وهيحلق عليا يونيفرسال بدعوى حقوق الملكية الفكرية علشان ياخدوا الارباح اللي بحققها اللي هو كبير دولار ولا حاجة على كل مقطع، فان شاء الله يقف في زورهم. ما علينا، لو عاوزين الخلاصة، الفيلم حلو يعني كجودة في الإخراج والتقديم والرسومات، ما يقلش أي حاجة عن أفلام كرتون عظيمة زي مينينز مثلا. من ناحية القصة صباح الفل، ده فيلم سوبر ماريو مش بريف هارت ولا انترستيلر. القصة بتحقق المطلوب والريتم بتاعها معقول جدا، ممكن نقول إنها واخدة من ماريو أوديسي على جالاكسي على ماريو كارت على دونكي كونج، يعني ميكس لطيف ولذيذ، مفيش حاجة هتحسها غريبة أو مش في مكانها. من ناحية تجسيد عالم سوبر ماريو فهو مقنع جدا ومليان تفاصيل وإيستر إجز هتعجب محبي نينتندو سوبر ماريو. الخلفية الموسيقية والمؤثرات الصوتية أصلا في حد ذاتها إيستر إج، ومن الحاجات اللي أنا استمتعت جدا بيها في الفيلم. تذوق الفكاهة طبعا أمر نسبي، أنا وجدته لطيف وضحكت من قلبي كذا مرة، يعني ما حسيتش إن الفكاهة مفروضة، وحتى لما دوت كان بيحصل قشطة، دوت طابع الأفلام العائلية عامة. وإن كان جدير بالذكر إن في لومة بتظهر في اللعبة بتقول كلام عدمي، تحس نيتشي قاعد بيتكلم، يعني بتقدم كوميديا سوداء في وسط الألوان المبهرجة والأجواء المرحة. أنا عن نفسي عجبني جدا الموضوع ده. الحاجة اللي ممكن تضايق البعض هو التمثيل الصوتي، وبخاصة إن صوت ماريو ما فيهوش اللكنة الإيطالية التقيلة اللي إحنا متعودين عليها. دي حاجة أنا ما كنتش مستلزها لما تم الكشف عن الفيلم أول مرة، ولكن لما شفت الفيلم تقريبا نسيت الموضوع وما فرقش معايا قوي، وإن كنت أفضل حد تاني الصراحة غير كريس برات وساث روجن في التمثيل الصوتي. بس التمثيل الصوتي عامة مستوى ممتاز لكل الشخصيات، حتى الشخصيات اللي مثلها كريس برات اللي هو ماريو وسيس روجن اللي مثل دونكي كونج مش بطلين خالص. أداء جاك بلاك بالذات خرافي، خلاني أحب باوزر ويصعب عليا. أداء كيجن مايكل كيف دور تود وأنا تايلور جوي في دور بيتش برضو كان كويس جدا. طبعا لقيت بعض الانتقادات في الفيلم او كتير منها الحقيقة بتتضمن امور زي عدم تمثيل الاقليات والمثليين والكلام دوت، يعني انا مش عارف ليه دوت معيار في تقييم الفيلم، وبصراحة هو مش لازم كل حاجة يبقى فيها الامور ديت، يعني بدل ما دونكي كونج ياكل الموزة في بقه مش عارف عاوزين يعمل بيها ايه، ما علينا. انتوا عارفين رأيي، انا مش بتضايق من تمثيل اي طائفة من البشر في الميديا، وبالعكس انا بحب الموضوع دوت، بس في نفس الوقت مش لازم المنتج يتجلد لو ما عداش على كل صورة في ألبوم البشرية عشان يعجب. يعني في المجمل انا شايف ان الفيلم لذيذ، وحتى الناس اللي ملهاش في سوبر ماريو ممكن تستمتع بيه. كنت احب لو الفيلم كان اطول شوية ولو 10 دقايق، بس ده مش عشان ناقصه حاجة على قد ما انا كنت مستمتع وعاوزه يكمل شوية. طبعا ممكن حد يقول لي انت بتقول الكلام دوت عشان متحيز نينتندو مانجا 64 ومش عارف ايه وبتاع، وهقول له بصراحه جايز، روح واحكم بنفسك، انا مش ناقد سينمائي، انا واحد راح اتفرج على الفيلم مع عياله وزوجته، والحمد لله كلنا طلعنا مبسوطين بالوقت اللي قضيناه. فده كده باختصار انطباعي بدون حرق عن الفيلم. انا شايف انه فيلم لذيذ يستحق انك تروح تتفرج عليه، واتمنى انك لو رحت اتفرجت عليه تنبسط منه. وبكده نبقى وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بيه. لو عجبكم يا ريت تعملوا عليه لايك، لو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا محتوى قناة مانجا 64 اول باول. شكرا للمشاهدة ونشوفكم على خير في الفيديو الجاي.